مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. بحروف اسمه يختزل تاريخ قضيته، تعلو به ويعلو بها، وجذور كنعان جعلته شاهدا عليها. إذا أردت رؤية فلسطين أو جزءا أصيلا منها أحببت أن ترى، فتفرس ملامحه وتحرى جراحاته السيالة ألما وأملا. إذا بحثت عن شعر يحملك إلى فلسطين بكل يومياتها ومعاناتها، فعليك أن تستمع إلى حرفه الذي يقطر حبا للإنسانية وينزف مؤمنا بقضية لا يمكن لها أن تموت. وحديثكم مشاهدينا الكرام عن ضيف هذه الحلقة من بيت القصيد معنا عبر سكايب من فلسطين العزيزة بأهلها والكريمة بثباتهم فيها، معنا من فلسطين المحتلة اليوم الحرة دائما، الشاعر علي كنعان. حياكم الله أستاذ علي، حللت أهلا ونزلت سهلا وصاحب مكان، مرحبا بك في بيت القصيد. مرحبا بك، مرحبا بك وبكل الإخوة والمستمعين والجميع. يا شكرا على هذا على هذه التقدمة وهذه الحفاوة الرائعة منك أخي مصطفى مطر ومن قناة الرافدين العراقية، سلمها الله وحفظها من كل ما يحيط بها من أعدائها ومن مكر ومن غيره. أشكرك أستاذ علي على هذه الحفاوة أخي مصطفى. نحن أكثر سعادة بتلبيتك دعوة الرافدين لتكون ضيف بيت القصيد في هذا اللقاء الذي يزيد جمالا بك. سيد علي، مباشرة ودون مقدمات مني ولك أن تسهب بالإجابة من طرفك، أسألك بشكل مباشر، هل وقفت يوما ما مع اسمك متسائلا ومتأملا مثلا؟ سؤال في غاية الأهمية. وسؤال علي كنعان، علي كنعان والوقوف مع هذا الاسم، تفضل. شكرا لك. بالنسبة لهذا الاسم، والله إني لا أعتز وأفتخر أن هذا الاسم يحمل بصمة من تاريخ كنعان ومن تاريخ فلسطين ومن هذه الجذور العميقة الضاربة في عمق الزمن. ولهذا فأنا دائما أفتخر وعندي ثقة بأني أحمل، والحمد لله رب العالمين، جين وراثي على الأقل من كنعان الأصيل في هذه البلاد الطاهرة وهذه البلاد المغتصبة والمحتلة وهذه البلاد التي طالما طمع فيها الطامعون وغيره من أحداث تاريخية مرت على هذا البلد الطيب بأهله. والحمد لله مرة أخرى أني خلقت منها، وأنا أتشرف بك فلسطينياً عزيزاً كريماً أخي مصطفى. ونحن نتشرف بك كذلك، نحن نتشرف بك كذلك أستاذ علي. ومن خلال هواء العراق وقناة الرافدين يسعدنا أن نستضيف قامة فلسطينية أثرت بالمشهد الشعري الفلسطيني والعربي كذلك، تفضل أكمل الإجابة بما تحب. أشكرك. ففلسطين يعني أنا أعتبر نفسي جزءا منها، وأنا يعني منذ خلقت وأنا مصاب بحب فلسطين. وخير إصابة هي حب الوطن. ففلسطين وكنعان اسمان مرتبطان لجذور التاريخ العميقة، للتاريخ، للحضارة، للقدسية، للرسالات السماوية، لمهبة الأنبياء، للحشد الأخير لإنهاء هذه الحياة الدنيا الزائلة. فأنا بالنسبة لي يا أخي مصطفى يعني أعتزت وأفتخر كوني فلسطينيا والحمد لله رب العالمين. ونحن نفتخر بوجودك معنا في هذا اليوم الشاعر الفلسطيني علي كنعان. ربما سأفاجئك بأسئلة لم تخطر على بالك وخارج إطار المتفق عليه فيما بيننا، وأذهب إلى سؤال من الأسئلة المصنفة أنها نارية وأفاجئك بسؤالي. هناك من يختزل القضية الشعرية الفلسطينية بشاعر أو اثنين، ربما محمود درويش وسميح القاسم، ربما درويش أكثر. ما رأيك بمن يختزلون قضية الشعر فلسطيني بشخص أو اثنين أو أكثر من ذلك؟ كيف ترى هذا الموضوع؟ هو فعلا سؤال ناري ولم يكن بالحسبان، ولكن سأجيبك عليه باقتضاب وبشمولية. تفضل.
من يختزل الشعر الفلسطيني في شخص كدرويش او كسميح القاسم او غيره من الشعراء الذين قدموا للقضيه الفلسطينيه وقدموا للشعر العربي، يعني ما قدموا، انا اعتبر هذا الحديث يعني لا اساس له من الصحه. الشعراء كل يوم يولدون وكل ساعه يجيئون، والقضيه الفلسطينيه يعني وفلسطين حبلى بالشعراء وبالمفكرين وبالمثقفين، فمن يختزل هذه القضيه، قضيه الشعر في شخص او في اثنين او في عدد معين، انا يعني لا اعتبر هذا الكلام صحيح ولا بنسبه مئويه ولو كانت ضئيله، انما اعترف ان هؤلاء الشعراء قدموا للقضيه الفلسطينيه ما قدموه، ولكن هناك يعني جزئيه بسيطه. الضوء حين تسلط على محمود درويش كشاعر وعلى سميح القاسم كشاعر جاء في ظل قضيه مهمه وقضيه مفصليه في تاريخ فلسطين وللوطن العربي باكمله، قضيه الثوره الفلسطينيه والمعاناه وانطلاق الثورات منها وانطلاق الاحزاب السياسيه انجاز التعبير، فهم وجدوا مرتعا خصبا واستغلوه، ونعم الاستغلال ايضا طبعا. يعني انا كلي ثقه بان محمود درويش وغيره قدموا للقضيه الفلسطينيه شعر، ولكن اختزال الشعر في هؤلاء الاشخاص او في اي عدد رقمي انا هذا ليس صحيحا يعني اطلاقا اخي مصطفى. وكثيرون ربما ينضمون الى هذا التوجه والى هذه الرؤيه، واحسنت اجابه وكنت دبلوماسيا بطرحك، لم تنسلخ عن التراث الفلسطيني الشعري، ولم تنكر وجود مبدعين اليوم قادرين، هؤلاء المبدعين الموجودين، على إكمال مسيرة القضية الفلسطينية شعرا وأثرا. خذنا إلى أوائل الأثر في هذا المساء الذي يطيب بوجودك معنا أستاذ علي كنعان، الشعر الفلسطيني، إلى القصيدة الأولى، وماذا ستقرأ علينا؟ تفضل، المنبر والمنصة لديك. أشكرك. سأبدأ يعني بمقطوعة شعرية يعني تكون البداية. نعم تفضل. أقول لآخر سنبلة واقفة أغني وللنجمة الخائفة لأقدس ما بثه الثائرون من الصبر في الرئة النازفة لزيتونة قد تعرت تماما لكي لا تذبها العاصفة لأجل الطبول التي لا تدق كرهت القبيلة والطائفة كرهت الوجوه التي أنكرتني وبسمتها في دمي راعفة لجوع الحصاد وهم يسألون عن الموت من يا ترى حالف إذن ولمن وظني إذن ولمن سأغني وظني أقايد بالفكرة العاطفة كأني أهدهد قلبي ليصحو على قبلة العبوة الناسفة. يا الله يا الله، ما أقسى هذه الكلمات على أذن المتلقي حينما يستشعر الألم الذي يعيشه الفلسطيني حينما يصور شيئا من معاناته اليومية. باعتقادك أستاذ علي، إلى أي حد نجحت القصيدة الفلسطينية بتصوير العذابات اليومية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ونقلها إلى مختلف المتعاطفين من دول العالم قاطبة؟ سؤال مهم في غاية الأهمية. القضية الفلسطينية يعني هي منبر الشعر ومنبر الشعر الحر بالذات، فالقضية الفلسطينية هي بستان الأدب وبستان الشعر، ومن لم يهتم من الشعراء بقضية معينة اهتم بقضية فلسطين سواء على المستوى الفلسطيني أم على المستوى الوطني والعربي، وهذا إن نم على شيء وإن دل على شيء إنما يدل على عمق حب هذا الوطن وحب هذا التراب وعروبة الإنسان في وطنه والدفاع عنه بشتى أشكاله من
شعر ونثر وغيره من أدب وغيره. هل الشاعر الفلسطيني باعتقادك أستاذ علي نجح بنقل الصورة الواقعية، الظروف المأساوية الصعبة، اليوميات التي يعيشها شعبه النازف ولا يزال، هل استطاع هذا الشاعر أن أو هل نجح بنقل هذه الصورة من خلال قصائده إلى الآخر؟ نعم لقد نجح الشاعر الفلسطيني في إيصال هذه الرسالة للعالم بأجمعه، وقد أثرت في جميع المحافل وفي يعني ما كتبت له وما روجت له بشكل أو بآخر. فالشاعر الفلسطيني عندما كتب القصيدة الوطنية ليعزز انتمائه بهذا ويرسل رسالته إلى العالم أجمعه، وقد نجح في، والدلائل على ذلك كثر، فمن الشعراء من عذب وسجن وطرد لفترات ولأزمنة، شأنه شأن أي يعني أي مضطهد وأي مفكر. فالشعراء الفلسطينيين نجحوا في هذه القضية نجاحا يعني أوصلهم إلى قمة الذروة. نعم. الآن نريد منك قصيدة جديدة، حدثنا عن مضمون وموضوع القصيدة، أو حدثنا عن موضوعها وفكرتها قبل مضمونها، تفضل. شوف أنا عندي قصيدة يعني جديدة. اقرأ ما تحب، لا نفرض عليك شيئا ولا نجبرك على قراءة شيء معين، وإنما نحن المستمعون المقيدون بحريتك، وحريتك لا تمنحنا قيدا، وإنما تفتح أمامنا أبوابا رحبة نحو الحرية. اقرأ ما تحب. نعم أشكرك. يعني سأقرأ عليكم قصيدة، بما أن الحديث عن فلسطين والقضية الفلسطينية والشعر الفلسطيني، سأقرأ عليكم قصيدة يعني عن غزة الشامخة المحاصرة. تفضل إلى غزة تأخذنا. وأقول فيها يغتال صوتك حين يصبح عزة، كالساهرين على مشارف غزة، كم دولة ترنو لرأسك يا أخي، كم من قد تحتاجها يا حمزة. كم دولة من جديد؟ كم دولة ترنو لرأسك يا أخي، كم من قد تحتاجها يا حمزة. الله. يا وحدك الآن تصب فمسافة التحرير تعدل من براقك قفزة، من كان سيف الله في جنباته يحتاج ألف قذيفة لتأزه، ما ظل صبر للسجين وليس ثمة من دم يجري به لينزه. الله. لا تدخر ما فيك من حرية، إن القناعة فكرة مبتزة، فإذا أهان المرء حب بلاده قل لي بربك من تراه أعز. الله الله. كل الجنود على حدودك نوم، كل الجنود على حدودك نوم، إلا تحرس للمجوع خبزة، إن الذي ملأ البلاد صراخه ما صاح إلا كي يبرهن عزة، فاثبت فقد سقط القناع عن الذي أرداه فوزك ثم أعلن فوزه. فاثبت وأنت دائما من الثابتين. الشاعر الفلسطيني الراقي جدا أستاذ علي كنعان، في ظل واقعنا الشعري المعاصر ولك حرية الإجابة كيفما تحب، القصيدة الفلسطينية هل تراها معزولة أم منعزلة عزلت نفسها؟ تفضل. القصيدة الفلسطينية أنا يعني سأعبر لك بطريقة معينة، أنا لا أرى أن القصيدة الفلسطينية منعزلة ولا معزولة، القضية الفلسطينية تواكب الشعر بكافة ما يستطيع الشعر أن يتماشى مع قضاياه ومع أمته ومع شخوصه حتى. فالقضية الفلسطينية أنا ضد هذا الرأي، وأعذرني، أنا القصيدة الفلسطينية ليست معزولة ولا منعزلة عن العالم، وإنما مواكبة له بكل ما فيه.
وفلسطين كذلك تواكب مختلف الجراحات العربية الممتدة على طول الخريطة الواحدة، سواء في العراق أو في اليمن أو في كل مكان من الأماكن التي يبحث أهلها، وهم أهلنا بطبيعة الحال، يبحثون عن حريتهم مثل العراقيين اليوم. لكن هذه المرة سنذهب أنا وأنت لنستمع إلى شاعر يمني تعرفه وربما تحبه، الشاعر اليمني يحيى الحمادي. سنستمع الآن إلى جزء من إحدى قصائده، ما رأيك؟ أجمل الشعراء والأصدقاء التقيت به، وكان من أعز الأصدقاء وأروع الشعراء، وهنيئا لليمن بيحيى الحمادي، شاعرا وأخا وصديقا وثائرا في قصائده وفي كل كلمة يكتبها، ومثل القضية اليمنية يعني بخير ما يمثل الشاعر قضيته لوطنه وانتمائه له. وهنيئا يعني ليحيى نيابة عنك يا أخي. وهنيئا ليحيى الحمادي بهذه المحبة التي صرحت بها وجهرت، وكذلك هنيئا له بالمحبة التي سأكتمها في صدري. الآن مشاهدينا الكرام، دعونا نخرج وإياكم إلى فقرة قصيدة للوطن ومن ثم نعود، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. ذاهب يدري ولا أدري لماذا لا أنام ولا أقيل. يا ليل ثمة نجمة جنحت فغص بها الحنين، يا ماء ثمة غيمة جرحت فأضمأني الأنين، يا ريح ثمة نغمة كبحت فمولني الرنين. سقطت يدي يا ريح، أين أنا؟ وأصمت واعتراك الجمر حول دخانه صخب، وبي قلق ثقيل، ويد تميل معي لترفع أختها، وعلي تسقط من تميل، والخوف منفتح يشير إلى الجهات، إلى الغيوب، إلى الأحبة في السماء، إلى السماء ولا يحيل. سفر كعادته طويل، أنا لست من سفك الدماء ولست من سرق الرغيف، أنا لست من خدش السماء ولست من جرح الرصيف، أنا لست من نبش القبور لكي يخيف وكي يضيف، أنا باحث عني وعن جهة إلي تحيلني، ويد تميل معي لترفع أختها، وعلي تسقط من تميل، فمتى سيتركني الدخيل، متى سيشربني النخيل، متى سيأكلني البخيل، ومتى ستكتمل القيامة بي ويرحمني القتيل. سفري كعادته طويل، أعود أين أعود؟ لي وطنان، لا وطن من الوطنين يعرفني هنالك، لا الأصيل ولا البديل. مجددا نرحب بكم سادتي المشاهدين الكرام، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكر ضيف هذا العدد من برنامج بيت القصيد من فلسطين معنا عبر سكايب، الشاعر الفلسطيني علي كنعان. مجددا حياك الله أبا هيثم، ودعني أذهب إلى الأسئلة مباشرة هذه المرة وأسألك، وبالنيابة عن كل من يشبهونك من الشعراء ومن تتشبه بهم وتشبه بالكرام أمثالكم فلاح، باعتقادك ما هو المؤرق الذي يشغل علي كنعان وبطبيعة الحال يشغل كثيرين مثله أيضا؟ أنا لم أسمع السؤال جيدا، السؤال الأخير. مرة أخرى أعيد عليك السؤال وأقول لك، ما هو المؤرق الذي يشغلك ويشترك معك به كثير من الشعراء أصحاب الهموم؟ المؤرق في حياة الشاعر وفي تجربته الشعرية هو خوفه على ما يكتب
خوفه على ما يكتب، نعم، وخوفه على لمن يكتب لهم، وخوفه على أن يندثر هذا الجهد وهذا البذل وهذا العطاء. ودائما ما يبحث الشاعر عن الخلود في قصيدة أو في بيت أو في عبارة، ربما يبحث أن تخلد هذه العبارة أو القصيدة أو بيت الشعر حتى يظل يردد على مسمع الأجيال كما سبقنا من الشعراء. وهذا أكثر ما يؤرق الشاعر ويطمئنه ويعزيه، لأن هناك وإن مات الشاعر لم يموت. وأنا عندي قناعة أن الشاعر الحر والشاعر الذي يكتب الشعر الحقيقي لم يموت، وسيجد مستقبلا من يهتم بهذا الشعر وبهذه القصائد وبكل معنى وبكل لفظة. والدليل على ذلك أن أخي الموجود يحيى الحمادي اهتم بالبردوني، لأن البردوني شاعر يعني لا يجارى، فهذا خير دليل. وبالصدفة طبعا يعني أنا هذا الحديث يعني أحكي لوجود الشاعر والأستاذ يحيى الحمادي بيننا. فهذا ما يؤرق الشاعر، أنه دائما يعكف على أن يجد السبيل والطريق القويم لتذهب قصيدته نحوه لتخلد وتسير مع الزمن يعني خطوة بخطوة. نعم، ولا شك أن التجربة الشعرية ممتدة بقدر حرية شاعرها وبحثه عن الحرية واعترافه بحق الآخرين بنيل حريتهم. إلى إحدى قصائدك الحرة، وأنت حر باختيار ما تود قراءته علينا من جديد، تفضل، لك المنصة أستاذ علي، أسمعنا ما تحب. أشكرك. سأسمعك جديد قصائدي ملامح الغريب. إلى هذه الملامح إذن. عندي من الشك ما عندي من الثقة، أن القصيدة نصف الروح في الرئة. الله الله. عندي من الوقت ما لم أحصه عددا، فالوقت مثل رحيلي بعد لم يفت. عندي من الخبز ما يكفي ليشبعني، لكنني الآن محتاج إلى شفتي. الله. وبي من الحب للدنيا بأكملها ما للرصاصة من حق بأوردتي، ولي علي الذي خبأته بغدي، ولي على الناس ما أسرفت من جهتي. فحين شرعت قلبي كاملا لهم، لم يدرك الحق الفرق بين الحق والهبة. ولم يراعوا به ما قد ألم به، ولو قليلا من الكرمى لمنزلتي. وقد أقمت بواد غير ذي وجع، فكيف يا حرب تختارين نافذتي؟ فكيف يا حرب تختارين نافذتي؟ علمت منطق كل الخلق عن كثب، والحمد لله أني لم أخن لغتي. وما بخلت على من مد لي يده، ولا مننت على غيري بسنبلتي. وإن خوفي على الدنيا وزينتها، خوفي على الشعر من فقدان ذاكرتي. وإن خوفي على الدنيا وزينتها، خوفاً على الشعر من فقدان ذاكرتي. هذا الخوف لا فض فوق. أكمل. وإن أكن قادرا فالعفو من شيمي، لكن عين حسودي غيرت صفتي. يا الله. لا يولد المرء إلا من مصائبه، فكيف أوردت للإنسان يا أبتي. يا الله، لا فض فوق أستاذ علي. لنعود إلى الخوف الذي يؤرقك. أي أنواع الخوف تراها أكثر فتكا بنفس الشاعر صاحب الهم والقضية والباحث عن حقه في الحياة الكريمة والحرية؟ الخوف دائما عند الإنسان بطبيعته، يعني يخاف، يعني الإنسان الطموح وبالهمة العالية دائما ما يخشى ويخاف على
مستقبله هذا بشكل فردي، وكل إنسان يحمل هم وطن ويحمل هم قضية ويحمل هم أسرة ربما إذا صغر الحدث، دائما يظل يعني ماشيا مع هذا الخوف خطوة بخطوة، يحلل ويفكر ويستمع ويركز وينشئ ويبني ويهدم. وهذا بالحال طبيعة أي إنسان، يعني هي طبيعة الخوف، هي طبيعة في الإنسان. فبالتالي يعني الشعراء لا يختلفون في إنسانيتهم ولا في أحاسيسهم عن بقية الناس إلا أنهم خلقوا شعراء. فمدى أو يعني طريقة التفكير عند الشاعر تختلف اختلاف كلي عن طريقة التفكير عن إنسان آخر، وهذا قد واجهني فيه بعض الشعراء، إلا أني أنا يعني مصمم أن هذا هو يعني عين الصواب، وهذا يعني ما أقوله. يعني هي ربما تكون فكرة أن إحساس الشعر يختلف عن إحساس الآخرين، يعني ما بعد حدا يعني يتفق معي أو يختلف، ولكن هذا يعني بوجهة نظري أنا هذا هو الصواب. نعم، إذا أردنا أن نسأل الأستاذ علي الآن، ما الذي تتوقع أن الشعر يريده من علي كنعان؟ نريد إجابة واضحة، ريثما يعني نقلب السؤال إلى العكس، ما الذي يريده الشعر منك باعتقادك؟ الذي يريده الشعر مني، سؤال جميل. يعني الشعر يريد مني أكثر مما أريد منه، أكثر مما أريد أنا منه. ولهذا فالشعر يعني أحيانا وباللغة العامية أحيانا الشخص لا ينام حين يبتدئ القصيدة ولا ينهيها. فيعني الشعراء يعني الشعر يريد مني أن أكون حليفه دائما. الله. وهذا بالطبع يعني أنا أعتبر نفسي أني أنا وصي على القصيدة، وأعتبر الشعر يعني أب حنون وحضن دافئ وأب وأم وأخ وقريب. لأن ما يختلج في الشعر من أحاسيس ومن مقدرات لا يستطيع تفريغه إلا في قصيدة معينة. نعم. لهذا فأنا يعني أعتبر أن الشعر حليف وصديق وأنيس في هذه المسيرة وهذه التجربة. على الجانب الآخر من مرآة السؤال، سيد علي شاعرنا الفلسطيني الجميل، ما الذي تريده أنت من الشعر؟ أنا لا أريد من الشعر إلا أن 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 يكون الشعر في موطنه أو موقعه الحقيقي من قلوب الناس. نعم. ومن عقولهم. يعني أنا لا أريد القصيدة إلا لا أريد أن تحفظ، لا أريد أن تردد، أنا أريد أن تكتب القصيدة، وأعني بالقصيدة القصيدة وليس ما يسمى قصيدة. وفي هذا المضمار يعني سأحكي كلمة، أن القصيدة اليوم يعني ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي يعني أعتبر أن القصيدة الحقيقية الفصيحة مهمشة نوعا ما، وذلك لبعدها عن المستوى الثقافي بشكل عام. يعني القصيدة العامية يعني ربما تكون أو المحكية ربما تكون مقبولة لدى الأسماع أكثر من القصيدة الفصيحة. فأنا لا أقول أن القصيدة الفصيحة تحتاج إلى متخصص في اللغة أو متخصص في يعني أو عنده خيال واسع. نعم. إلا أن القصيدة تبقى قصيدة وسيأتي عليها من يقدر قيمتها ويحتفظ بها. ما الذي تحتاج إليها القصيدة الفصحى حتى تصل أكثر وبشكل أسلس للجمهور الذي قلت إنه ربما يجنح إلى القصيدة الدارجة أو المحكية؟ ما الذي ينقص القصيدة الشعرية الفصيحة حتى تصل إلى العوام من الناس على اختلاف مراتبهم ويعني تلقيهم للنصوص الشعرية المتنوعة؟ القصيدة الفصحى يعني لا ينقصها إلا مهتم وباحث عن الجمال فقط لا غير. القصيدة الفصحى ينقصها متذوق، ينقصها مثقف، ينقصها من يقدر أن هذه القصيدة كتبت يعني من دم الشاعر، حتى أبالغ في هذا الوصف أنها كتبت من دم الشاعر. فعليه أن يختار القصيدة ويعرف ما جاء فيها من أحاسيس ومشاعر وتجربة شعرية، ويعني الدلائل على ذلك كثر. يعني
أكثر ما ندلل عليه يعني البيت من الشعر قد يعني يغنيك عن مجلد كتابي. نعم. بعد وهذا نعم. دعنا نتوقف هنا قليلا أستاذ علي ونكتفي بهذا القدر من الإجابة. سنخرج الآن إلى فاصل، بعده نعود لاستكمال إجابتك واستكمال ما في جعبتك من نصوص شعرية. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، تعرض موقعنا الإلكتروني إلى الحظر في عدد من المحافظات العراقية من قبل الحكومة ببغداد. ولمن يود تصفح الموقع وتجاوز هذا الحظر يرجى اتباع ما يلي: تنصيب أحد تطبيقات VPN للمتصفحين من الهاتف المحمول من متجر جوجل بلاي أو من متجر أب ستور وبحسب نوعية الجهاز. تنصيب برنامج VPN للمتصفحين من أجهزة الكمبيوتر لجميع الأنظمة. اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائنا المشاهدين ولمن التحق بنا في هذه اللحظات. نذكركم ضيف هذا العدد من برنامج بيت القصيد من فلسطين، معنا عبر سكايب الشاعر علي كنعان. مجددا حي هلا بك سيد علي، ومباشره نذهب الى الشعر، ترى ماذا ستقرا علينا هذه المره؟ حي الله. ساقرا عليكم قصيده للعراق، يعني لأرض النخيل وأرض الفرات وأرض العز والكرامة وأرض الترح العرب. أفضل. يعني وأقول فيها: ماذا لو أنك في العراق مريضة لأزور بغدادا ولا ألقاك، وأقيم فيه فصول قلبي كلها وأنا أفتش عنك حيث أراك، وألهم قيسا كيف صدق أن من شافاني منك بقربه أعيا. ماذا لو أنك تحت سقف مدينة نكبت تركت هناك بعض شذاكي حتى أفتش عنه كالنقش الذي رسمته لي قبل الخراب يداك. يا عامرية في نخيلك سكر حليته أم كان من حلاك؟ لا فرق، والماء الذي أسقاكما لمسته من ظمأ الحنين شفاك. فإذا أتيتك عاشقا فبحق من جعل الخلائق كلها تهواك؟ لا تقتليني قرب مائك ظامئا، ماذا جنيت لكي يموت فداك؟ ماذا جنيت لكي يموت فداك؟ وتساقطي عشقا علي فإنني أخشى عليك من الذي يخشاك. يكفيك ما فعل العراق بأهله، لو كنت قد أحببته لكفاك. يكفيك ما فعل العراق بأهله، لو كان لو كنت قد أحببته لكفاك. يكفيك ما فعل العراق بأهله، لو كنت قد أحببته لكفاك. عيناك سر الحرب في طرقاتي،
فمن الذي لم تغوه عيناك فترفقي بي إن حبك قاتل. أهناك ميت ليس من قتلاك؟ الله الله. فترفقي بي إن حبك قاتل. أهناك ميت ليس من قتلاك؟ فلربما حملت بنا حرية في جوف ذات الرحم، من أدراك؟ ودع البكاء على الغريب، فكلنا غرباء وليس لدى الغريب بواكي. وليس لدى الغريب بواكي، والعراق واليمن وفلسطين وكل أوطاننا المكلومة لا بواكي لها للأسف. ما الذي يحتاج إليه الضمير العربي اليوم حتى يبكي ندما على ما فرط بحق هذه الأوطان الممتلئة بجراحاتها على طول وعرض الخريطة الواحدة؟ الضمير العربي يحتاج إلى الكثير حتى يشعر بأن ما فرط به أغلى من كل ما اكتسبه. ولهذا فأنا أقول أن الوطن العربي الآن بحاجة إلى ترميم، يحتاج إلى زمن وإلى قوى وإلى ضمائر وإلى شعراء وإلى مفكرين وأدباء، حتى يرجع الضمير العربي إلى خطه السليم والقوي. واثقون من ذلك، واثقون من ذلك، وأن ذلك لابد يتحقق يوما ما. أستاذ علي، لا أدري إن كنت تسمعني وتشاهدني بوضوح الآن، ريثما يعني يعيد الزملاء الصورة الآن. من الجميل أن نتواصل الآن أنا وأنت بطريقة مختلفة قبل أن أعود بالأسئلة إلى فلسطين. سأطرح عليك أستاذ علي خمسة مفردات وأريد منك أن تعطيني الدلالة التي تعكس انطباعك عنها، لا أريد معناها الدارج بين العامة والمعروف بين الناس. لو سألتك عن رام الله، ماذا تعني لك رام الله؟ شقراء فلسطين. شقراء فلسطين. وإذا سألتك عن السفر؟ السفر يعني جرح يحتاج إلى طبيب أو صديق. وإذا سألتك عن الخيط؟ الخيط مسلة الفقراء. وإذا سألتك عن إبرة الجدة؟ إبرة الجدة يعني هي تخيط يعني فتح السماء، إبرة الجدة. وإذا سألتك عن حضن الأم، ماذا عساك قائل؟ حضن الأم أقدس بقعة على وجه الكون. يا الله، كلمنا عن الأم قليلا، بما تجيش وبما يجيش في صدرك ويعتمل في هذه اللحظة، ما الذي قفز إلى ذهنك مباشرة حينما نبشنا هذه الفكرة؟ تفضل. قفز في خيالي يعني، أو أنتابني شعور يعني، أو صورة والدتي رحمة الله عليها. تعيش. يعني وضعتها يعني في بيتين من الشعر أقول فيها، قلت فيهما: أيها الفجر تجلى، كل ما فيك مقدس، وجه أمي فيك يا صبح فيا صبح تنفس. أيها الفجر تجلى، كل ما فيك مقدس، وجه أمي فيك يا صبح فيا صبح تنفس. وجه أمي فيك يا صبح فيا صبح تنفس. وحق للصبح أن يتنفس عطرا نديا بكلماتك المنبعثة من قلب صادق. سيد علي، من جديد إلى فلسطين شعرا وأثرا، يعني على اتساع الجهود النيرة والمباركة سواء على مستوى مؤسسات المجتمع المدني أو على المستوى الرسمي، إلا أن المشهد الثقافي دائما في فلسطين أو في أي وطن معين يبقى بحاجة إلى دعم ما. باعتقادك وبشكل شخصي وانطلاقا من تجربتك، ولك أن تجيب بما تحب، ما الذي ينقص المشهد الشعري الفلسطيني اليوم حتى يصبح أفضل مما هو عليه؟ نعم، سؤال في غاية الأهمية. الشعر في فلسطين والقضية الشعرية في فلسطين يعني تشبه القضية الفلسطينية. نعم للأسف.
يعني المشهد الشعري في فلسطين يحتاج إلى الكثير من الترميم وإلى الكثير من الاهتمام من يعني من أصحاب المواقع الأدبية والمؤسسات الأدبية كوزارة الثقافة وكغيره. يعني كان التعبير في شيء ويعني ابتعدت عنه للأسف. فالمشهد الشعري يحتاج إلى الكثير من الاهتمام من قبل وزارة الثقافة ومن قبل المؤسسات الثقافية ومن قبل أصحاب الثقافة ومن قبل المثقفين نفسهم ومن قبل يعني الشعراء. هذا ما ينقص الشعر، لأن القضية الفلسطينية تطغى أحيانا على هذه الأمور، وأنا أقدر المواقف التي نمر فيها يعني في عموم فلسطين. على المستوى العربي وأريد رأيا أكثر صراحة وأكثر عمقا وكن أكثر وضوحا كما عهدتك دائما سيد علي، على المستوى العربي ككل، ألا ترى أن هناك نوعا من يعني عدم الإنصاف للمشهد الشعري على حساب بعض الفنون الأدبية الأخرى؟ يعني قد تجد هناك اهتماما بالرواية، أو هناك اهتمام بالرواية، قد تجد هناك اهتمام أكبر أيضا بالقصة بالمسرح، لكن حينما تصل المسألة إلى الشعر لا أعلم، يبدو أن كل شيء يتبخر. هل تتفق مع أصحاب هذه الرؤية أم أنهم يغالون قليلا؟ يعني أنا والله أخي مصطفى يعني أنا أتفق معك تماما وأتفق مع هذا الرأي ومع هذا المنطق السليم، لأن يعني بصراحة أنا يعني المشهد الشعري في الوطن العربي بالذات يعني يقتصر على بعض يعني على بعض الدول، خلينا نسميه إذا جاز التعبير، وعلى بعض المؤسسات الثقافية المشهورة والتي لا يجهلها أحد، والكل والجميع يعلم من هي، ماشي؟ نعم. وهذه يعني وهي بحد ذاتها يعني مقبلة، فلذلك يعني يجب أن يكون وفاق واتفاق نحو قضية الشعر ومفهوم الشعر وما هي الطريق التي سيصل إلى الشعر وإلى أين الأدب. ولذلك فالاهتمام بسائر الفنون الأدبية أكثر بقليل، يعني ولن أجازف بالإجابة، أكثر بقليل من الشعر، ولكن ربما هناك سبب ومبرر، لأن زي ما أسفنا في السؤال قبل هذا على ما أعتقد، نعم، أن الشعر يحتاج إلى قارئ أو مثقف، خصوصا الشعر الفصيح الفصحى. نعم. فهذا موضوع مهم، يعني تمييز القارئ يعني مهم جدا. يعني قد تقرأ قصيدة شعبية ويصفق لك الجمهور من الصغير إلى الكبير، وقد تقرأ قصيدة تشبه المعلقات لشاعر معاصر ولا يعني تستحق أي اهتمام ولا تستحق أي يعني مشاعر من الجمهور، وهذا بالتالي يعني سبب رئيسي في عدم اهتمام المجموع بالشعر وخاصة الجزء الفصيح. نعم. فهذا برأيي يعني هذا السبب يعني وجيه لهذا الموضوع. إلى سؤال مختلف قليلا وأيضا ربما كان سؤال فيه شيء من الألغام أستاذ علي، إذا أردنا الآن أن نتحدث عن فكرة الشاعر الموقف، ربما تجد شعراء لا يشبهون ما يكتبون، لا يشبهون ما يدعون إليه من أفكار سامية ورؤى بناءة وطروح تسعى إلى خدمة الإنسانية على امتداد واتصال هذه الأوجاع للإنسانية جمعاء. باعتقادك أين تكمن المشكلة وأين مكمن الخلل في نفس من لا يشبه ما يكتب من الشعراء المعاصرين تحديدا؟ الباحثون عن الرفعة وعن المجد أحيانا بقصيدة أو منظومة يقع في الخلل الذي تقصده أخي مصطفى. الآن إذا لم يشبه الشاعر في أخلاقه، إذا لم يشبه قصيدته، فهو يعني من الصنف الآخر للشعراء، وأنت تعرف وكل الأمور يعلم ما هو الصنف الآخر. فأنا يعني أحترم وأجل كل شاعر يلبس جلد القصيدة التي يكتبها ولا يتخلى عنها، فهناك أخلاق تترجم إلى قصيدة. أحسنت. إن لم يكن عنصر معين من هذه الأخلاق ومن هذه القيم ومن هذه المبادئ
لم تكتب كالقصيدة وستبدو مزورة أمام الجمهور وأمام القارئ وأمام كل عاد قد يقرأ القصيدة. فهذا سؤال مهم، أن يكون الإنسان الشاعر إنسان بطبيعته ويكتب عن إنسانيته، فالتصنع في القصيدة يظهر ولو بعد حين. الأسئلة كثيرة ولكن الوقت قصير. وصلنا الآن إلى القصيدة الختامية ومسك الختام، ماذا ستقرأ علينا؟ لك المنبر والكلمة، تفضل أستاذ علي. القصيدة الختامية. أشكرك. سأقرأ عليكم قصيدة حجو لقافلة الجياع. طريد تهبتي صيد القوافي، وساقي نصفها ضعفي لحافي. إذا ما هنت في واد أغني لقلب لم يشخ عند القطاف. الله. قضى دهرا يحب عيون ليلى، وليلى لا تجيء ولا تجافي. فإن أضحى الجمال بلا اكتمال فحد البيت يقبل بالطواف. الله. وأنطاق المواقف علمتني بأن الخوف معدود خرافي. وما في الغيب لن يلقاه غيري فتوري، يا قصيدة لا تخافي. الله. يسيل الشعر مني حين أبكي ليروي شح أحلام عجافي. ليروي شح أحلام عجافي. ويصطاد الجمال بلا حراب، وكيف يصيد ضبي الشعر حافي. إيه. أنا رجل بريء من ظنوني، وحين يظن بي سوءا أكافي. على كتفي حملت الحب خدا أوزعه على جوع القوافي. على كتفي حملت الليل خبزا أوزعه على جوع القوافي. على كتفي حملت الحب خبزا أوزعه على جوع القوافي. ورأسي لم تشب إلا لفأر تناحر فيه صمتي مع هتافي. ورأسي لم تشب إلا لفأر تناحر فيه صمتي مع هتافي. حفيد مصيبة حلت بروحي، ونوني بعد لم تأنس بكافي. لم تأنس بكافي. جميل. ولي وطن أموت له وأحيا، وكانون المصيبة فيه دافي. أحب ترابه وترابي أمي، وأعلن من هنا فيه اعتكافي. لا فضفوك، خاتمة موفقة جدا، ولكن يعني تستفزني ببعض ما تكتب استفزازا إيجابيا أستاذ علي، فتدفعني للعودة قليلا إلى الحفيد، حفيد الأوجاع الذي لم تكتمل أو اكتملت واستوت على سوقها أحزان يائه ونونه وكافئه. هذه السيرة الذاتية التي احتواها بيت واحد فقط، لعلك يعني تتكرم علينا بإعادة هذا البيت مجددا والهدف واللغز منه. حفيد مصيبة حلت بروحي، ونوني بعد لم تأنس بكافي. النون المرتبطة بكنعان، النون نهاية كلمة كنعان والكاف أول الكلمة. سيرة ذاتية لجراح. نعم، سيرة ذاتية لجراح، أنا حفيدها، ويعني إن شاء الله لن أورثها، وإن شاء الله يكون النصر والتمكين على أيدي هذا الجيل، ونجتمع في القدس وفي الأقصى يعني، ونرابط هناك في يوم النصر إن شاء الله. بإذن الله لن تورث لأبنائك وإلى أحفادك إلا الحرية والطمأنينة والأرض، كل الأرض غير منقوصة ولا مفرط بها. سيد علي كنعان الشعر الفلسطيني، ولأنك
ختمت بهذه الشعرية والشعرية العالية جدا، نريد منك أيضا ختاما من أجل فلسطين، ولكن ليس من حقل الشعر وإنما من حقل الوعد والأمنية والوصية، بدقيقة كلمة للتاريخ من أجل فلسطين التي تحب، ماذا عساك قائل؟ تفضل. سأقول: تشبثوا بتراب فلسطين، تشبثوا بطين فلسطين، ولا يهمنكم ما أوجعكم ولا تتألموا، وكونوا على ثقة بأن وعد الله آت وأن النصر آت، ولا بد للقيد أن ينكسر، وكونوا مع الله وعملوا وعدوا وستنتصرون بإذن الله. إنما النصر صبر ساعة، خطوة ساعة أو خطوتين ويجمعنا لقاء. للأسف اكتمل نصاب وقت هذه الحلقة. العزيز جدا أستاذ علي كنعان الشاعر الفلسطيني، من يدري، عسى أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا أن يكون اللقاء هنا في استوديوهات الرافدين، وعساه أن يكون قريبا بإذن الله حينما تنكشف هذه الغمة إن شاء الله. يعني وأنا كل أمل بلقاء الأحبة وبلقاء العراق وأهلي وبلقاء الإخوة كأمثالك. والله يا أخي مصطفى أشكرك يعني أستاذ أشكر. علي أشكرك شكرا جزيلا. وأشكرك جزيل الشكر. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا المساء الجميل من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل وعلى ذات الشاكلة يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وربما كانت شاعرة مجيدة. وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات دائما، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.